أكدت وزارة الإسكان أن مساعيها المستمرة لرفد مدن البحرين الجديدة بالمشاريع الإسكانية ومشاريع البنى التحتية تشهد تقدما كبيرا على الصعيد الميداني والتخطيطي، بهدف الإيفاء بالتزام الوزارة ببناء 25,000 وحدة سكنية قبل حلول نهاية عام 2018 وفقا لبرنامج عمل الحكومة، وهو الالتزام المنبثق عن خطة بناء 40,000 وحدة سكنية التي أمر ببنائها ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وأضافت الوزارة أنها تسعى إلى تسخير مواردها المالية المستمدة من الميزانية الحكومية وحصتها في برنامج التنمية الخليجية في الإسراع بتنفيذ وحدات تلك المدن، فضلا عن مشاريع المجمعات السكنية التي تقوم الوزارة بتشييدها في مختلف محافظات المملكة والتي توفر بدورها أكثر من 8,500 وحدة سكنية. وفي هذا السياق أعلن المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان عن انتهاء الوزارة من إعداد المخططات العامة والتفصيلية لمشروع إسكان المحافظة الجنوبية والتي توفر أكثر من 4,000 وحدة سكنية تم تقسيمها إلى 4 مراحل أساسية، مشيرا إلى أن الوزارة ستشرع في تنفيذ المرحلة الأولى خلال الربع الأول من العام المقبل. وأفاد الوزير بأن إسكان المحافظة الجنوبية يقع في جنوب شرق مملكة البحرين على مساحة تقدر ب 734 هكتارا في المنطقة الواقعة ما بين قريتي عسكر وجو، لتتسع لأكثر من 4,000 وحدة سكنية، مشيرا إلى أن الوزارة سبق وأن أسندت إلى مؤسسة الأمير تشارلز الخيرية البريطانية مهام أعداد المخططات العامة والتفصيلية لمدينة حديثة مستدامة، والتي من المقرر أن تستوعب أكثر من 42,000 نسمة. وقال أن وزارة الإسكان عمدت إلى تحويل المساحات الواقعة حول قرى عسكر وجو والدور في المحافظة الجنوبية إلى مدينة إسكانية متكاملة وفريدة من نوعها، مشيرا إلى أن خطة الوزارة المدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة الموقرة تهدف إلى استغلال هذا المشروع الإسكاني لتلبية غالبية الطلبات الإسكانية في المحافظة الجنوبية. لما وجهنا بضرورة التنسيق مع مؤسسة أمير تشارلز الاستشارية للاستفادة من خبرته الواسعة في مجال التطوير العمراني، فعهد إلى الشركة مهمة تخطيط المنطقة الواقعة ما بين قرى جو وعسكر والدور بالمحافظة الجنوبية، وإبراز مدينة جديدة مستوحاة من البيئة المحلية، ولكن تأخذ بعين الاعتبار كل المعايير التخطيطية الحديثة. نتج عن هذا المخطط اللي انتهت المؤسسة من إعداده في 2015 ما يزيد عن 4,000 وحدة سكنية في المنطقة. طبعا المخطط يراعي احتياجات المنطقة، خصوصية المنطقة، وكذلك توفير كل الخدمات لقاطني هذه المنطقة. سبق للوزارة أن قامت بالشروع في بناء 1560 وحدة في المنطقة المجاورة للمنطقة اللي قامت بتخطيطها مؤسسة الأمير تشارلز. بدأنا في تنفيذ 1560 وحدة في عام 2015، نأمل الانتهاء من الوحدات بنهاية 2017. مدينة الجنوبية طبعا تأمل الوزارة إن شاء الله في طرح أول حزمة منه واللي تشتمل على ما يقارب من 1700 بيت في الربع الأول أو خلال النصف الأول من عام 2017. سيلي ذلك طبعا كل على فترات إن شاء الله يعني متقاربة طرح المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة من هذا المشروع. المرحلة الثالثة كذلك بتكون في حدود 1700 بيت، والمرحلة الأخيرة المتبقي من المدينة الجنوبية.